حضرتك مالكش اي سلطه عليا عشان تعلمني الادب. بقول لك ايه يا بنت انت؟ بقول لك ايه؟ كفايه، انت بتزعلها ليه كده؟ ما انت سامع كلامها يابا. يا جدي انا ما غلطتش، انا كل اللي بطلبه ان انت بس اللي تأمرني، ولا انا يعني عشان ابويا مات خلاص هبقى ملطشه؟ لا ما تقوليش كده يا سالو، ربنا يخليك يا ضناي. كل اللي انا عايزاه يا تيتا انكم تحسوا بيا، انتوا اتحرمتوا من ابنكم، يبقى ازاي عايزين تحرموني من امي؟ يا سلوى يا بنتي احنا مش عاوزين نحرمك من امك، احنا خايفين عليك من الراجل الغريب. خلاص يا جدو انا هجيبهولك تاني يقعد معاك، ولو حسيت ان هو مش اهل الثقه دي يبقى ليك كلام تاني، ولو صدر منه اي حاجه انا هلجأ لكم. يعني انا ليا مين غيركم بس عشان الجأ له؟ انا هتصل بالبوليس. بوليس ايه بس يا ماجده؟ انا بفكر اروح الجامعه اشوف ايه الحكايه هناك. جامعه ايه دي؟ مخلصه محاضراتها من بدري. مش جاي صغيره الجدول واضطرت تحضر محاضرات بعديها؟ انت بتحاول تقنعني بايه بس يا يوسف؟ البنت متاخره والموبايل ما بيردش، محاضرات ايه اللي بتتكلم عليها؟ هي محاوله وخلاص، ما تتصرفيش اي تصرف الا لما ارجع. اجي معاك؟ لا تيجي معايا فين، خليك انت جنب التليفون جاي تتصل. حسام الله جيت بدري يعني؟ خلصت محاضراتي بدري الحمد لله على السلامة، هدخل احضر لك الغدا حالا. لا 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 ماليش نفس. الو ايه يا بابا؟ لا يا حبيبي الحمد لله انا كويس. سلوى؟ لا انا افتكرتها ما خرجتش من البيت النهارده. ايوه كان ما بيننا معايد فعلا، بس انا سالت عليها قالوا لي ما جاتش النهارده. ايه ازاي ده حصل يا بابا؟ بابا احنا لازم نتصرف بسرعه. طب بص يا بابا مش هينفع الكلام في التليفون، انا جاي لك حالا، مع السلامه. في ايه حسام؟ مالها سلوى؟ مش عارف مش عارف يا نبيل. ايوه مساء الخير. مساء النور يا ماما، اتفضلي. الله يعني هنا، امال ما عدتش عليا ليه؟ معلش يا امي اصل انا مستعجل قوي ولازم انزل دلوقتي حالا. وجاي في ايه ونازل في ايه؟ ابدا يا ماما، اصله نسي حاجه ورجع ياخدها تاني كده. يروح ماما. طيب عن اذنكم بقى، عن اذنكم. بقول لك يا حسام حبيبي. نعم. الفانيلا بتاعتك الداخليه ابقى تلبسها بالمشقلب. نعم. الفانيلا يعني خلي الظهر بره والوش جوه. اخلي الظهر بره والوش جوه؟ المهم تسمح كلام امك لغايه لما احللك كل مشاكلك. انا مش فاهم حاجه. مش مهم تفهم، المهم تعمل اللي بقول لك عليه وبس. حاضر حاضر يا حبيبتي، اخلي الظهر جوه والوش بره. سلام بقى. سلام. ها سلام يا نبيله. حسام ابقى طمني. ها اطمنك على ايه يا اختي؟ ابدا يا ماما، اصلي في ورق ضايع منه. ورق حكم. الادوهاش؟ احنا سألنا في كل حتة وما لقيناهاش. الو سلوى انت فين؟ نيجي ناخدك منين؟ انت بتتكلمي منين دلوقتي؟ ايه طنطا؟ ايوه سافرت حليت الموضوع ورجعت كده من نفسك، كان مالكيش حد تاخدي رايي ولا تستاذنيه. يا ماما ما انا لو كنت قلت لكم ما كنتوش هتوافقوا. احنا مش اتفقنا ان انا هروح بكره؟ ايه اللي خلاك تروح انت يا بابا؟ انا قدرت اثر واضغط عليهم، انما كان ممكن مروح حضرتك يستفزهم. انا مش مسامحاكي على اللي عملتيه فيا النهارده، انا اعصابي تعبت خالص. معلش يا طنط، هي كان هدفها نبيل ونجحت فيه وده الاهم. وحليت الحكايه دي ازاي؟ عمي كان قالب الدنيا، بس انا قدرت اقنع جدي بموقفي وحسسته ان هو صاحب القرار. وعمك ده يقلب الدنيا بصفته ايه يعني وجدك قاعد؟ طب يا ماما ده اللي عمله عمي ده كان مصلحه، لان زعيقه الجامد وانفعاله استفز جده، خلاه يقول له اسكت انت، انا هعمل اللي سلوى عايزاه واللي يريحها. يعني اخيرا قدروا يتفهموا راحتك فين وهيعملوا اللي انت عايزاه؟ يا بابا اتفقت معاهم اني اول ما اخلص جامعه هروح اعيش معاهم وحلني بقى. واحنا ايه اللي يضمن لنا حاجه زي دي؟ ما هو انا يا ماما وعدتهم
ان لو اي حاجه ضايقتني هلجأ لهم، وهم وعدوني مش هيضغطوا عليا، بس بشرط كل فتره كده اروح اقعد معاهم كام يوم. انا دلوقتي بقيت مراتك، يعني المفروض تسال عليا، مش سيبني كل ده ما اعرفش عنك حاجه. معلش يا منال، غصب عني اعمل ايه بقى، نصلي جيت من اسكندريه على الشغل على طول، انا حتى مرهق جدا. كويس قوي يعني اني عرفت اجي الجامعه النهارده. انت عايزه ايه بقى يا حبيبي؟ طب خلاص قولي، فتحت باباك في موضوعنا؟ الحقيقه بابا اصله مشغول جدا في الشغل اليومين دول، ما عندوش اي وقت فاضي عشان اكلمه يعني. حتى كل ما يشوفني يديلي اوردر بالشغل، بس لما عرف يعني ان انا عندي جامعه النهارده سابني بقى. طب وهتفتحه امتى؟ ها؟ على طول، اول ما الاقيه فاضي هفتحه على طول، ما تخافيش يعني. طب بسرعه والنبي يا باسم، احسن، انا خايفه قوي. ايه يا منال؟ معقوله برضو عبيطه تخافي وانا جنبك؟ عيب يعني. بالعكس يا حبيبي، انا يمكن خايفه لاني حاسه انك بعيد عني. معقوله يا منال؟ ايه اللي بتقوليه ده بس؟ يا حبيبتي انا بعيد عنك في المكان، لكن قلبي وروحي وعقلي وكل الدنيا قريبه منك. على فكره انا خلاص فتحت ماما في موضوعنا، قلت لها ان انا استقريت عليكي بشكل نهائي، وقلت لها كمان اني عملت لك شويه اختبارات كده ونجحت فيها بدرجه امتياز. يا لهوي، قلت لها ان انا اتجوزتها؟ لا لا، هو انا عبيط عشان اقولها كده؟ انا طبعا لازم احافظ على وضعك ومكانتك قدامها، مش عايزها تيجي تخطبك وهي عارفه انك مراتي يعني. لازم اخليها تحس انها رايحه تخطب لابنها عروسه، مش رايحه تخطب لمراته. يا حبيبي يا باسم، انت كده بتخاف عليا؟ طبعا يا منال، اذا ما كنتش اخاف على مراتي حبيبتي اللي شايله اسمي، اخاف على مين بس؟ يا اختي سامع اخويا هنا. ازيك يا منال؟ الله يسلمك. ايه يا بنت انت فين؟ دايما بدور عليكي ما بلاقيكيش. باسم زميلي في القسم. بس اهلا. و سلوى صاحبتي في اداب عربي، وحسام اخويا في تجاره انجلش. اهلا وسهلا، تشرفنا. الله يشرف مقدارك، تعيش الله يكرمك. طيب احنا مضطرين نسيبكم بقى عشان ورانا سكشن. اوكي يا منال، بيخليني اشوفك. ها ان شاء الله، باي باي. سلام. هي منال مالك مرتبك قوي ليه كده؟ مش عارفه، مش عارفه، مع انه شافني كتير قبل كده مع زمايلي. امال ايه يعني؟ في ايه المشكله؟ انا عارفه بقى، وبعدين غلطت وقدمتك على انك زميلي. ها؟ ايه يعني؟ فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ ما انت لما هتيجي تخطبني هيعرف انك مش معايا وان انت في ألسو. لما باجي اخطبك بقى يبقى يحلها ربنا. انت فاكره تلميذ ولا ايه؟ شكلك كان باين ان في حاجه مش طبيعيه. مش طبيعيه ازاي يعني؟ كنت ملخومه كده ومرتبكه زي ما تكوني عامله عامله وخايفه منها. على على رأي ده فاطمه، يا فرخه يا كيكيه اللي فيكي هاتيه فيا. بقول لك ايه يا بت انت؟ كلمي دغري زي ما بكلمك. ما انا بتكلم دغري اهو. اقول ايه يعني؟ هو انت اول مره شفتي مع زميل ليا في الجامعه؟ ولا هو عيب اني ابقى ماشيه مع زميل ليا جوه سور الجامعه؟ الكلام الدغري بقى يا استاذ. واللي عيب انك تبقى راجل متجوز ولسه على علاقه بواحده كنت تعرفها قبل الجواز. لا ومش اي واحده يعني، لو الست الوالده عرفت هتبقى مصيبه. انت بتهدديني يا بنت انت؟ بس ما تقولش بنت. وبعدين انا مش بهددك، انا بوريك بس مين فينا اللي كان موقفه وحش. ها معلش ما تضايقش نفسك، ما انت عارف اختك منال بتندفع بس في الكلام كده، لكن هي قلبها طيب. المشكله يا نبيله انها ممكن تعمل ازمه كبيره قوي ما بيني وما بين ماما لو قالت لها ان انا كنت مع سلوى. ما تخافش، مش هتقول حاجه لمامتك. الله، انت ايه اللي مخليكي واثقه قوي كده؟ ما دام هددتك بموضوع سلوى دلوقتي وهي عارفه من زمان، ده معناه ان هي كمان عندها حاجه مش عايزه حد يعرفها، وعشان كده هددتك. والتهديد ده معناه انك لو رحت قلت لمامتها حاجه هي كمان هتروح تقولها، ولو حاولت تضايقها او تستفسر عن حاجه او تسالها كتير هتضايقك. فهمت بقى؟
تصدقي صح، عندك حق، بس برضو ايه اللي ممكن تكون مخبياه ومش عاوزاني اعرفه، وعشان كده هددتني بكده. بتحب ومش عايزه حد يعرف الموضوع ده، هيكون ايه يعني غير كده؟ لا حول الله يا رب. وامتى حصل الكلام ده؟ اهو بقاله اسبوع ياما. وازاي ما تقوليليش؟ يعني كنت هتعملي ايه بس ياما؟ الله يعينك انت على وقتك. بقى ده اسمه كلام ده؟ بقى انت تبقي في الظروف دي وجوزك في الحاله دي وانا ما اعرفش ليه يا بنتي؟ هو انا جايه من الشارع؟ ده انا امك برضه. ما انا عارفه ياما، بس ما حبيتش اقول لك عشان ما اضايقكيش. مش معقوله اتصل بيكي واقول لك ان توفيق جاله المرض الوحش اصدمك الصدمه دي برضه. حول الله يا ربي، ده لسه في عز شبابه وكتبوا له على العلاج؟ لا لسه، ما نتيجه التحاليل لسه ما ظهرتش. يهو، يعني لسه ما عملتوش تحاليل؟ لا ياما، عملنا التحاليل بس لسه ما استلمناش النتيجه. طب وهو عرف منين بقى ان عنده المرض ده؟ الدكتور عرفه على طول. قادر ربنا يزيح عنده عشان خاطر عياله الغلابه دول. تصدقي ياما ان انا ما حسيتش ان له غلاوه عندي الا لما لقيته هيروح مني. طبعا يا حبيبتي، مش ابو عيالك، بس ما تخافيش، اهدي كده يا حبيبتي. انا بسمع دلوقتي ان فيه ناس يالا بيخافوا منه دلوقتي. صحيح. أوي النبي، ده ربنا يا بنتي خلق الطب والدواء، وبعدين ربنا احسن من الكل. ده على عيني ياما، من ساعة الحكاية دي وهو حابس نفسه في الأوضة، يا ينام يا يقعد لوحده في الضلمة. طبعا انتي مستهونة يا بنتي. مساء الخير يا حماتي. مساء النور يا حبيبي. ازيك يا دناي، عامل ايه؟ نحمده على كل حال. دريتي باللي جرالي؟ ربنا يا ابني يشيل عنك ويخليك لعيالك. يخليني فين بقى؟ خلاص. ليه يا ابني بس كده؟ ده ربنا الشافي المعافي، وان شاء الله ربنا عايش فيك. العيا ده ما حدش بيخف منه. وبعدين بقى امسكوا روحكم شويه عشان خاطر العيال الغلابه دول. ارمي حمولك على الله، واللي يرمي حموله على الله عمره ما ينضم ابدا. مش عارف اعمل ايه. العمل عمل ربنا يا حبيبي، والمكتوب لك هو اللي هيكون.